مرحبا وسهلا، وانتم مش حالكم؟ ياك لباس، ياك الخير. تحياتي لكم لكل، شفت معانا جالية كذلك صحراوية في ألمانيا، شفنا كذلك يعني بعض الإخوة في الريف، مرحبا بهم وسهلا. تحياتي لكم أينما كنتم، سواء في المناطق المحتلة أو في مخيمات العزة والكرامة، مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي الذين يوجدون الآن في الميدان، واللي نحيوهم من هون يعني قد اللي مبين معاهم من التراب ومن البحار، لأنهم رافعين رأس الإنسان الصحراوي اليوم، رافعين رأسه وقايسين القدام، ومعاهم الجميع. يعني حتى اليوم نشوفوا هذه الجاليات الصحراوية اللي كلها تلبي النداء وتجي وتبرهن اعلنها فعلا مؤمنة بهذه القضية العادلة، هذه القضية اللي ما قد هذا المحتل مدة 45 سنة يكتم أنفاسها. وهو الذي خلينا اليوم نتكلم عن لماذا ما شفنا اليوم العياشة في باريس، على ما شفنا اليوم العياشة اللي صدعوا ناروسنا في كل مرة يتم الإعلان فيها عن وقفة في أوروبا، إلا وتجدهم يعني كيف خفافيش الظلام يبحثون في المستنقعات، يتواصلون سرا، يتهاتفون، يتكلمون فقط لنسج المؤامرات. سبحان الله، يعني لو كان يعني لو كان هؤلاء على حق ما احتاجوا إلى المؤامرات، ولا احتاجوا إلى التجسس، ويعني ولا احتاجوا على انهم يستعملوا هذه الاساليب القذره، اساليب المخزن القذره اللي منها التجسس. اليوم لا يرد عليكم يعني ما جرى، والله ما عشته في ساحه الجمهوريه اليوم في في في, في باريس. اذا حاولوا من فضلكم على انكم تشاركوا الفيديو، نحن في 360 حقيقه. هذا اللايف بغيت فقط على اني نتكلم فيه معاكم عن وقفة اليوم، وفي نفس الوقت نتكلم عن موضوع غياب العياشة، ما هي الأسباب، شنو هو اللي طرا يعني من عند وقفة أكتوبر إلى يومنا هذا الشطرة، يعني بعد هذه الفترة. وفي نفس الوقت ممكن علينا نفتح باب المشاركات، اللي بغى يرسل يعني الكاميرا نحاول إن شاء الله الرحمن الرحيم على اني يعني الناس اللي باغية تتواصل معنا يعني على المباشر، مرحبا بها ومرحبا بآرائها ومرحبا بتدخلاتها. إذا نبدأ في البداية بالبلاغ 108. البلاغ اليوم 108 يقول اعلنوا شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال على طول جدار الذل والعار. ويقول البلاغ إن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت المواقع التالية. قصف عنيف استهدف تخندقات قوات العدو في منطقة قرارة الحديد بقطاع الفارسية. قصف مركز استهدف نقاط تواجد العدو بمنطقة فضلة التمات بقطاع حوزة. قصف عنيف استهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة المسامير بقطاع تويزقي. ونهار اليوم السبت 27 من فبراير قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة حفرة وتخندقات جنود العدو في المواقع التالية. قصف عنيف استهدف قواعد جنود الاحتلال بمنطقة فضلة التمات بقطاع حوزة. قصف عنيف استهدف جحور وتخندقات قوات الاحتلال في منطقة العرية بقطاع تويزقي. وخلال هذا القصف تم تدمير سيارة تويوتا وتعطيل جرافة وحرق خيمة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال المغربي. قصف مركز استهدف نقاط تمركز قوات العدو في منطقة قصبة الشهداء بقطاع تويزقي. شاركوا الفيديو دائما من فضلكم. قصف عنيف استهدف جحور قوات العدو المتخندقة بمنطقة المسامير بقطاع تويزقي. قصف مركز استهدف مواقع العدو في منطقة قرارة الحديد بقطاع الفارسية، وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.
قصف مركز استهدف جحور قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقة فضلة العش بقطاع حوزة. إذن هذا ما يقوله البلاغ. وكيف تعرفوا على أنه اليوم يعني الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وكل الصحراويين الذين يؤمنون بهذه القضية العادلة احتفلوا بالذكرى 45 لإعلان الجمهورية في مخيمات العزة والكرامة. كان هناك يعني حفل كبير، استعراض عسكري كبير جدا، شاركت فيه يعني فرق من مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي، وشاركت فيه النساء والأطفال، وكانت فيه كلمات خطابية من بينها كلمة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، وكان فيه توجيه لمجموعة من الرسائل لا للجبهة الداخلية اللي هم الصحراويين في كل مكان وما ينتظرهم من تحديات في هذه الفترة، وكانت كذلك رسائل إلى المجتمع الدولي من بينها على أنه الوضع الذي يوجد فيه الشعب الصحراوي فهو مسؤولية المجتمع الدولي، يعني هذا المجتمع الدولي الذي انخرط مع الأسف مع لعيب وأكاذيب وبهتان ورشاوة ويعني أساليب الاحتلال المغربي التي تقوم دائما على شراء الذمم، يعني أهم شيء هو شراء الذمم، ما فهم شيء من غير شراء الذمم. لا يوجد هناك لا تاريخ يشهد للمحتل المغربي بسيادته على هذه الأرض، لا ثقافة تشهد كذلك على صلته بهذه الأرض، لا تفكير حتى على مستوى التفكير. وهنا نجد يعني كيف قلت لكم خطابين اثنين، نحن أمام ثقافتين مختلفتين، نحن أمام طرفين مختلفين. وسبحان الله يعني أنه هؤلاء العياشة الموجودين في الدول الأوروبية اللي رايغهم الويل من الزريبة واللي جايين يعيشوا، جايين يحسوا بإنسانيتهم بكرامتهم هنا في هذه الدول الأوروبية، ولكن في نفس الوقت ما يقدوا ألا يعني يظهروا حقيقة على أنهم هم مغاربة، وهذو اللي جايين يظهروا ضدهم هذو صحراويين وعلى علاقة لهم بالمغرب. يعني أصلا من خلال هذا العمل اللي يقوموا به، هذا العمل الاستفزازي، هذا العمل التجسسي، هذا العمل العدواني، هذا العمل اللي قائم فقط على العنف، يعني هذا عنف، هذا ما عنده علاقة بالحوار. اليوم ما الذي يمنع العياشة إذا كانت عندهم يعني أفكار مقنعة، والله عندهم حجج مقنعة، والله عندهم أدلة مقنعة، أعلنهم يتقدموا ويجوا لوقفة اليوم، والله يجوا مظاهرة اليوم ويدخلوا ويتحاوروا ويتكلموا ويقنعوا الناس ويقنعوهم ويدوهم معاهم قاع هذو الناس اللي جاوا شور ساحة لا ريبوبليك من أجل باش يقولوا على أن راهي الصحراء غربية، يجوا يقنعوهم ويدوهم معاهم. لكن ما عندهم ولا حجة ولا دليل. ش عندهم؟ عندهم تخيشيش تحت الحيوط، جايين فهم تحت حيوط ساحة لا ريبوبليك يجسوا على الناس. والله ذاك النهار جايين فهم جايبين بشريوطاتهم وجايين بطويقياتهم الحمر وكيف بطريش الأحمر، جايين يسموه الكلام الساقط ولا الكلام المرتزقة وشذيمة، توف هالشي اللي جايبين معاه، هذا الشيء اللي قادين يجيبوا معاه. لو كانوا على حق، لو كانوا على حق، ولو كانت يعني طرحهم على حق، جاءوا وتكلموا وشرحوا ودخلوا وسط المظاهرة وشاركوا فيها وتكلموا وناقشوا وقنعوا الناس، وتوفى ياك انتم تقولوا محتجزين، ياك تقولوا ذوك محتجزين، وهذا وش حاجزهم هذا؟ هذو اللي هون وش حاجزهم؟ هذو اللي عايشين في الدول الأوروبية وش حاجزهم؟ علاه تدوهم معاكم؟ لا ما تدو معاكم حتى المغاربه كاع اللي هون، اللي اصلا هاو المغاربه اللي حارقين هون عندهم الكواط، لا ما تدوهم معاكم للزريبه؟ لا ما تقنعوهم هون تجو تقول لهم رانا تبارك الله راه تبدل المغرب وعاد فيه الحق والقانون والديمقراطيه وفيه وفيه وفيه، وراه الملك هذا دجاجته وراه ضمن لكم وعطاكم وفعل لكم وترك لكم وعدل وراكم، ويلا نمشوا ندوكم شورو.
تقدوا ما عندكم ولا شيء، ما عندكم ولا شيء. نظام مفلس، نظام مفلس إعلاميا اقتصاديا اجتماعيا دبلوماسيا، مفلس مفلس ما عنده شيء. اللي ناجح فيه هو السرقة، إذا كان شي ميزانيات تسرقوهم، ولا صناديق سوداء تسرقوهم، والله شي فلوس يعني تلقوها باسم القاضية الوطنية ولا الطاقية الوطنية فقط، ماش عندكم. أين هو الخطاب؟ العالم كامل الآن يتخاطب، يتكلم. عندك لسانك يجي يتكلم، عندك شي فكرة تناقشها، تعال مرحبا بيك، ادخل وسط الناس وناقش وقول أنا كذا وكذا 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 وكذا، ولا يتبعوك الناس العاقلين اللي كامل عنده عقل، راه اللي يتبع كلامك إلى عاد فيه فعلا يعني شيء مفيد. أما تجيب العنف وتجيب اسمه هو عاش الملك، عاش الملك شنو هو عاش الملك؟ ما معنى عاش الملك؟ شنو هو عاش الملك؟ اشرحها لنا لغويا، اشرحها لنا مفاهيميا، اشرح لنا هذه عاش الملك شنو هي؟ شنو هي هذا عاش الملك؟ شنو هي الوحدة الترابية؟ شنو هي هذه الوحدة الترابية؟ هذه اللي مصدعين انتم بها؟ شنو هي؟ ما هي؟ ما شكون اللي يعطينا جواب؟ ما عند حد جواب. المهم هو تحت تأثير الإعلام لا يتجاوز دور الببغاء، يعيد تكرار نفس الجمل والكلام. يعني لم أرى أنا حقيقة، ما كتجبر شي عياشي، ما كتجبر حد من العياشة بعقله، ما كتجبر شي عياشي بعقله بدي يجي ويخاطب ويتكلم ويشرح وينعت ويقنعك، تقنعك كاع انت بهذا الخطاب هذا اللي جايبه هو. ياك تبارك الله مؤسس على شيء، ياك تقولوا انتم حجتكم دامغه وعندكم كذا، وانه هو هذه ترابكم وهذه ارضكم وهذه منطقتكم وهذه، يلا تعالوا اقنعوا الناس، عدلوا نظموا حتى انتم، ادعوا الى 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 تظاهرات، والله ادعوا الى ندوات وقولوا تعالوا يا الناس نناقشوا معاكم ونتكلموا معاكم، ورانا ها هي حججنا وها هي ادلتنا وراعيها وراهي مقنعه وراهي يعني دامغه، ما تحتاج على انه تستعمل العنف باش تفرضها. منطق العنف راه منطق الجهال، منطق العنف منطق الجهال. هذا اللي يجي كيف ذاك النهار في اكتوبر، هذيك الشرذمه وقطع الطرق والنطوح وما عاف السبع، ما عاف السبع، كم من وحده تطايحون كاع مسول عنها الذيب، دار فيها الوطنيه والقضيه الوطنيه والطاقيه الوطنيه، ويلا ويتخيشوا في الواتساب ويعدلوا مجموعات في الواتساب باش يتقانوا النهار الفلاني، ما عندهم له رخصه، ما عندهم قانون، ما مسموح لهم يجوا، ما مسموح لهم يتظاهروا، ما مسموح لهم يستفزوا حد، ما مسموح حتى القانون الفرنسي ما يسمح لك على انك تسب ولا تشتم حد. واش شك عنها الزريبه هون؟ واش كان شك عنها بحال هذيك الزريبه اللي لو توفى مرق الزنقه وتم سب الناس كيف ما يفعلوا واحدين في الفيسبوك، يتم يسب ويخطي وتوفى ماشي بحال عزكم الله بحال الحيوان. لا حيوان، لا الحيوان شنو؟ الإنسان العاقل، الإنسان العاقل يتكلم، يفكر، يناقش، يقول كلام طيب، إذا ما عاد عارف يقول كلام طيب يسكت، يبلع لسانه ويسكت. الزريبة نو، الزريبة راك تمرق الزنقة تسمع الكلام الساقط، تمشي للسوق تجمع تسمع الكلام الساقط، تطلع للطوبيس تسمع الكلام الساقط، تمشي للتلفزيون تسمع الكلام الساقط. ما سمعتو قد سمعتوا مثلا في شي تلفزيون، في التلفزيون مثلا، انا نعطيكم هذه وقعت لي انا شخصيا مديرة الاخبار بارودي، الحاجة البارودي، الحاجة لا تموت تقولوا لها بارودي وحدها، خاصكم تقولوا لها الحاجة البارودي، مشات للحج، حاجة حالة على غرار الحاج، وتعالى الحاج، واش هي الحاج، وتعالى سيدي انت الحاج، تبارك الله منك. اللي قاع قال اللي سمعتوه يقولوا الحاج في الزريبه يعرفوه شي 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 شي, شي مجرم، الله يحفظ، والله كان مجرم ومشى غسل عظامه كيف يقولوا هما، ورجع مولي باش
يبدا مولي واحد سلسله ثانيه مولي من الحاج. اذا انا ما قد شفت في العالم، في العالم ما قد شفت في العالم على انه مثلا مديره اخبار الحاج البارودي، الحاج الله يطول عمركم، عندكم انتم تقولوا لها البارودي وحدها، قولوا لها الحاج البارودي، حاج حاجه مره وثنتين وثلاثه واربعه، من هاش ماشي بفلوس، ما هم فلوسها هي الحلال. اش اللي ماشي اللي ماشي الحج بفلوس الحرام؟ اش من حج عنده؟ واش اللي ماشي بفلوس الزريبه؟ بفلوس الشعب اللي مسروقه من الشعب؟ اللي سارقها يا اما الديكتاتوري، ولا سارقها، ولا سارقها نظام الديكتاتور، وماشي هو الحج قال لك انا راني مشيت حجيت، راني حاج، حاج بفلوس الناس، بفلوس الشعب. باش يتم يقولون الناس الحاجة تعالي الحاجة سيري الحاجة، وهي راه العلاقة بالحاجة، الحاجة نهار كامل وهي تبخر جايبة التباخير للمكتب، اش من حج هذا؟ واش اللي يؤمن بالسحر؟ هو مدير أخبار في التلفزة رسمية يبخر المكتب ويجيب التمائم يوم كل نهار جمعة يبخر المكتب، والنهار اللي بغات تمشي من مكتبها دات الكرسي اللي كان عندها في التلفزيون، لانه مبخر، لانه محجب عليه. اش من حج هذا؟ اي حج هذا؟ اي حج؟ والله نفوس خل المكتب، نفوس خل المكتب. اذا هذه اللي نفوس خل المكتب، ومديرة اخبار، مديرة اخبار منين؟ مديرة أخبار القناة الرسمية في المملكة الشريفة، لا تم تقولوا المملكة وحدها، تم تقولوا المملكة الشريفة، راهو الشرف تبارك الله فهم، راهو أطنان من الشرف فهم، موجود الشرف. هذه مديرة الأخبار في اسمه هو في التلفزة الشريفة في المملكة الشريفة. تعرف واش تقول في هيئة الأخبار، في هيئة التحرير؟ تقول لك اشتانا ولا مسال يا قبي، بهذا الوصف، بهذا العبارة. بالله عليكم قد شفتوا شي مدير تلفزيون ولا شي مدير أخبار ولا شي مديرة أخبار ولا شي مسؤول إعلامي ولا شي صحفي داخلها مكان العمل؟ مازال في دارك ولا في الزنقة ولا قول اللي بغيت، ولكن في مكان العمل تقول أنا مسال يا قبي، أنا مسال يا قبي. هي إذا فين هي؟ فين أنت عندكم بها هاي التلفزيون بعد كاع اللي تنفخوا بها الشدق؟ فينا هو هذه الصحافة اللي تنفخوا بها الشدق؟ فينا هي هذا الإعلام اللي تنفخوا به الشدق؟ اللي تعطوا به أنتم قافزين تعطوا به الدروس للناس، وتنتقدوا الناس، وتخطوا على الناس، وتجوا تسبوا الناس، وتتعدوا على الناس. شوفوا روسكم بعد هي الأولى. شوفوا روسكم بعد هي الأولى. انظروا الى روسكم، شوفوا مستواكم بعد هي الاولى. ساق ما تكلموا عن الناس الثانيه اللي ما تعرفوهم، وما بعد على الاقل احنا عرفناكم، احنا عرفناكم، ولا تكلمنا عنكم، نتكلموا عنكم عن عرف، نتكلموا عنكم عن عن عن, عن معرفه، عن علم، عن معاشره. اما انتم مش عاصرتوا، انتم مش عاصرتوا مديره، انا متاكد على انها مديره التلفزه كامله، يعني مديرة هذه مديرة الأخبار في التلفزة في الزريبة، في تلفزة الزريبة، هي نفسها لم تزور الجزائر، يعني ما تعرف لا الجزائر، ما تعرفش جاري في مخيمات العزة والكرامة، ما تعرف قضية الصحراء الغربية، ما تعرف المناطق اللي في الصحراء الغربية، ما تعرف عقلية الإنسان الصحراوي، ما تعرف كيفاش تتعامل مع الإنسان الصحراوي، وبالتالي كيف هي الآن كانت تصدر الأحكام وتقرر وتوجه باش تنتج واحد المادة إعلامية موجهة لشعب الكليخ باش يستوعبها، باش حتى هو يقد يعطي حتى هو رأيه ويفيد. إذا شكون اللي منع، شنو اللي منع هاي المرة العياشة ما جاوا اليوم في نظركم؟ المسألة بسيطة جدا، المسألة بسيطة جدا. هذا نظام كموني، كاموني قالوا هما بالدارجة، هذا نظام
كموني او كاموني كيف ما يقولوا في الدارجة، نظام كاموني كيف ما قالوها في 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 الدارجة. الى ما حكيتو ما يعطي الريحة قالوا هما في الدارجة، شنو معناه؟ على انه في وقت سابق، في وقت سابق كانوا معدين فرنسا بحال الزريبة، معدين فرنسا بحال الزريبة، يبغى يعدل يطلع يعدل فيسبوك وتم يخدع على الناس ويعدل عليهم منشورات ويعدل عليهم الفوتوشوب ويسبهم ويخطيهم ويخدع عليهم ويعدل اللي يبغى، لأنه هو عايش بعقلية الزريبة. هو جا للدولة الديمقراطية، جا للدولة لو أنه مثلا الناس بغات هذو اللي شهر بهم، لو أنه بغات تمشي معاه العدالة والقضاء وتزير ولين تخنق ولين مرقوع عينيه، لا يخلص لا يخلص عندي انه حياته يمكن الى حد خاصو يعيش 300 عام باش يقد يخلص الضعائر اللي ممكن يخلصها والعقوبات اللي خاصو يخلصها بالتشهير بالناس. والله باعمال العنف، واش انتم تصوت لكم شي فيزيبل؟ واش انتم عدتوا لا عدتوا لحقتوا هذا المستوى من البلطجيه الى درجه انه ذاك النهار في صحه الجمهوريه راسلين لأن طوحوا معاه في السبع باش تتعداو على الناس؟ ما عندكم رخصة، ما عيط لكم حد، ما ناداكم حد، ما قال لكم حد تعالوا مرحبا بكم، أصل ما هي مرحبا، لأنه ما عندكم حد، ما عندكم لا تناقشوا، ما عندكم حتى ما تناقشوا، حتى اللي بغى يتناقش معاكم ما عنده ما يناقش معاكم، شلا يناقش معاكم، شلا يتكلم معاكم، أنتم حافظين جوج كلمات، حافظين كلمتين محافظة لكم. حفظها لكم تربيتكم كامل اللي كنت اللي عشتوا فيه في الزريبه، وذاك اللي كان خاصكم كملت عليكم القنصليه والسفاره والمخابرات، ذاك الشيء اللي كان خاصكم من هذاك الشيء اللي تعلمتوا في طيله هذا يعني هذه سنوات التربيه، على انكم لحقتوا المستوى اللي اليوم توجهكم المخابرات والقنصليه والسفاره يقول لكم سيروا اجمعوا عليهم. ماني قاعد نقول لكم ديك الكلمه اللي معروفه في اسمه منين يعود حتى عنده عزكم الله الكلاب. هذا هو دوركم، شنو هو دوركم؟ تدافعوا عناش باش لا يدافعوا، باش لا يدافعوا، تشوفهم كيف بطريش الاحمر تبقاو يترصفوا عاش الملك عاش الملك سيدنا عاش الصحراء المغربيه وعاش الصحراء الصحراء صحراؤنا والملك ملكنا والصحراء صحراؤنا، والناس تتخطط تشوفكم تقول يا كلاب اش من شعب هذا؟ اش من شعب؟ اي شعب هذا؟ اش من هذا الشعب؟ منين جبتوا هذا الشعب؟ واش هذا الشيء عايش معنا هون في فرنسا؟ ايوا عايش معنا في فرنسا، حتى هو عنده السوسيال، عنده التعويضات العائليه، ولادو يرسلهم المدرسه، حتى هو في الصيف يرفد وتو يمشي يسافر للزريبه، يجمع للزريبه يمشي يجدد القاموس الزنقاوي في الزريبه ويرجع. اش هادشي؟ اي خطاب هذا؟ الملك ملكنا والصحراء صحراؤنا، والملك ملكنا والصحراء صحراؤنا. ايوا ومن بعد اش من بعد هذا الشيء؟ ما تلقيتش الوحدات الترابي، راك يعطوهم 100 اورو، راك 100 اورو ولا 200 اورو، واش انتم موالفين ذاك القمع، فموالفين تنباعوا، موالفين تنشراو، موالفين يبيعوا معاكم ويشروا صحاب المخابرات، يقول لك يرسلوك والله كاع، والله ما يخلصوك كاع، بعض المرات كاع ما يخلصوك، غير المقابل على انه زعما راني نعرف المخابرات، رانا صحابي المخابرات. والله عمرها دار، وكنعرف الكولونيل الفلاني، ونعرف شاف دونطي الفلاني، ونعرف المسؤول في الفلاجيت الفلاني، ونعرف المسؤول في الديستي الفلاني، ونعرف القنصل، ونعرف القنصلة، ونعرف صاحب اللي صاوب الباسبورات، ونعرف اللي صاوب لاكارت ناسيونال. صافي، ما عطيك والو، هذاك خدمة مفروض عليه، راك إلا مشيت تقبض باسبورك في القنصلية راك مخلصو، راه ما عاطيه لك هذاك الموظف، ولا عاطيه لك القنصل من جيبه، راه هذاك انت مخلصو،
وراه اللي كان تبانكم خلصوا ما يعود كاع هذاك الموظف كاين في القنصليه. الشعب الكلي يا شعب الكلي يا اللي يفتخر بالقنصليه ولا يفتخر بالسفير ولا يفتخر بالموظف الفلاني، وتمشي تفابور تمشي تنبح فابور مجانا. الملك ملكنا والصحراء صحراؤنا، الملك ملكنا والصحراء صحراؤنا، وترجع لدارها لك في الليل. واش قدم واش اخر؟ يلا هذا اللي قدم وش هذا اللي قدم في هذا الشيء، شنو قدم ولا اخر في الموضوع؟ انضموا لكم الفرنسيين اللي جابوكم في ساحه الجمهوريه، انضموا لكم قالوا حتى هما الصحراء صحراؤنا والملك ملكنا، وخصنا هاد المرتزقه هادو نصيفطوهم لسموها ولا ندخلوهم للحبس. دخلوا معاكم انتم الفرنسي، دخلوا معاكم الاجانب، دخلوا معاكم الناس اللي كانوا في الساحه. جبتوا شي انتصار؟ جبتوا شي؟ جبتوا اجبتوا اجبتوا. وفي الليل تمشوا لدياركم في الليل، يعني مدين معاكم هذه الخيبه هذه ولا الهزيمه هذه اللي هي لا يعني هذاك هو مستواكم حقيقة. ما عندكم فاش غادي لا تنعتوا لي انا مستواكم، تنعتوا لي مستوى دوك اللي كلفوكم بهذه المهام هذه القذرة. انا راه ما تكذبوا عليا، تقدروا تكذبوا على واحد ما يعرف المغرب، ما انا نعرفه ونعرف راني اخبار يمكن منكم في بعض الدهاليز اكثر منكم انتم خبرة في بعض الدهاليز في الزريبة وفي مستويات الزريبة. يا وترجعوا لدياركم في الليل وتعدلوا اللايف، تقتلوا اللايف وتبقوا وانها وحنا وطردنا المخاونه وطردنا المسترزقين وكذا وفشلنا لهم الوقفه ديالهم وحنا نجحنا وحنا كذا وحنا درنا وحنا فعلنا. وشوفوكم واحد الشعب الكلي حتى هو لهيه، لانه راه كل واحد سبحان الله اي واحد راه يبحث عن الخطاب اللي يناسب مستواه. كاين اللي يبحث عن خطاب يقد يستافد منه، وكاين مسكين اللي باغي واحد المستوى يسمع داكشي اللي بغى هو، خاصو يسمع داكشي اللي يقولو بوزارزور ولا ما هو بوزارزور ولا غرخور ولا طرطور ولا ما نعرفهاش ولا البولي ما نعرفهاش والكلام الشين. ما كاين من غير الكلام الشين ما كاين شي حاجه ثانيه، ما كاين لا خطاب لا كلمات مفيده لا فكره مفيده لا نقاش عميق لا اي شيء، كاين فقط الكلام القبيح فقط، يعني اللي لا علاقه له بشي قالوا المنطق. اذا ترجعوا لدياركم في الليل تعدلوا اللايف وتبقاو تصوروا ناروسكم على اساس انكم شي ابطال ولا بطلات خارقين للعاده، انك ما عدلتوش شي حاجه كاع، ما يمكن وقفتوا العالم كامل. باش وقفتوه؟ الصحراء صحراؤنا والملك ملكنا، والصحراء صحراؤنا والملك ملكنا، هذا الشيء باش وقفتوا انتم العالم. وقف وقف العالم، الكره الارضيه وقفت، قالت الله يحفظك لاباس اش واقع، اش واقع في هذا في هذا العالم هذا. وتبقاو تتكلموا وتصنعوا يعني تصنعوا لكم انجازات وهميه وفي النهايه لا شيء. هذا والله لن يثني الصحراويين على ان يطالبوا بقضيتهم، والله ما اللي ما هو لا يرد اي انسان صحراوي فيه دم صحراوي على انه يدافع عن قضيته في اي موقع بالادب وبالاحترام وبالفكرة وبالحجج وبالأدلة، الحجج والأدلة، ما هو بصحراء صحراؤنا والكذب كذبنا. انتم الملك، الملكة قد صبرتوا شي جالية راك مثلا شي جالية في العالم، مثلا جالية نقولوا جالية ميانمار هون مثلا، جالية ميانمار في فرنسا عندها مشكلة، ليت ترفع الشعارات هون تقول لهم بغينا الرئيس الميناماري، بغينا نلتحقوا بالرئيس الميناماري، وقبضوا باريز وقيسوه.
هذا الملك ملكنا رفضوا باريسكم وقيسوه. ليش قاعدين هون؟ ليش قاعدين هون؟ سيروا عند ملككم وديروه لقدام، حطوه لقدام. ولا وياك انتم تقولوا مجندين، دائما تكلموا تقولوا مجندين مثل مجندين، حطوه قدامكم والصف انتم وراه بالمترضيه والنطحوها معاه في السبع، واللي ما اللي ما خلت بلد هون، ما خلت لا ايطاليا ولا ما خلت حتى شي مهنه لا في ايطاليا ولا في فرنسا ولا جامعه، كل شيء في سله واحده. ستفوا وراه وقوموا ماشيين، مشوا معاه راولي يمشي قدامكم. وحروا انتم، حروا الصحراء الغربيه وحروا موريتان وحروا السنغال، وتموا لا ماشيين وتحروا انتم. طب ما حررتوا حتى روسكم من الديكتاتور اللي يوكل فلوسكم كل نهار، واللي يلوح لكم الفوتات، يلوح لكم 5 سنتيم، يلوح لكم واحد 5 سنتيم باش تجوا تنبحوا في الوقفات هون، وانتم ما قديتوا تحروا حتى روسكم باش تعودوا بشر، باش تعودوا بشر 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 لا بشر. عندكم حقوق كيف الناس. ياك تقولوا المغرب ما خصو خير، ياك تقولوا لاباس عليه في المغرب، ولا عاد لاباس عليه، اش تعدلوا انتم هون؟ الى عاد الخير موجود، بطاطا موجوده، مطيشه موجوده، وكل شيء موجود، والبنان موجود، وكل شيء موجود، وقعدوا وكلوا هذاك الشيء عندكم، فهم؟ لاش جايين هون؟ لاش جايين تزاحموا مع الجنسيات في العالم؟ قعدوا فهم عنده، وكلوا خيركم فهم. ولكن شكون اللي واكل خيركم؟ راه الملكيه اللي واكله خيركم، اللي مشردكم راه الملكيه. شكون اللي مشردكم؟ تبغوا تحملوا مسؤوليه الحكومه، حكومتاش انتم؟ عندكم حكومه؟ واش كاين شي حكومه عندكم؟ راه ما كاين حكومه في المغرب، راه ما قد كانت هناك حكومه في المغرب. كاين الملك، يعني كاين الملك وحده، الملك الا كان الحسن الثاني، مات الحسن الثاني راه جا ولده بنفس السياسه بنفس الطريقه، يبدلوا فقط الاساليب. الساعه اللي يعود قريب يموت الحسن الثاني، يقول لكم ها المصالحه وهذا وان شاء الله، ونمحو حقوق الانسان وكل شيء يتخلص، ويقبض هو شوي من جيبه من هذاك الشيء كامل اللي سرق، يحط واحد المبلغ كبير يشتري به ملي يشري به يصبغ به الفترة المقبلة اللي مقبل عليها ولده، يصبغ بها، يحط فلوس المعتقلين وتعويضات وجبر الضرر وكذا، ويموت ويجيكم واحد ثاني ويتم يكذب عليكم في البداية، يبغي يبين راسه راه فعلا مليك وموجود على أرض الواقع وخدام وشغال ودشن. شي شفناه بأم العين. واش كاين شي مسؤول عنده العقل في العالم؟ عنده شي عقل؟ والله عنده شي نص غرام ديال العقل؟ يقوم يقبض مليار، يحرق مليار في النهار باش يدشن لي مستوصف يسوى 100 مليون؟ واش هادي؟ واش انتم راسكم اش فيه؟ واش كاين شي مسؤول في العالم يقبض مليار 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 خلص به البوليس، الجدارميه، اسمه الاقامه، الاكل، الشرب، الباريارات، الوتات، الصباغه، الزفت، يجيبوا النخل يقلعوه من شي منطقه ثانيه، يجيبوه في الرموكات، يخلصوا عليه الملاير باش يدشن لك مستوصف يسوى 100 مليون. الشعب الكل يقول عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، ويجيبوهم يسدفوهم قدام سموه، ويمشوا للمدارس يجيبوهم، يجيك المقدم والشيخ يلا بر زيد كل شيء، سيدنا جاي، سيدنا راه سيدنا صاحبي، واش انت تقول العكس؟ سيدنا جاي زيد، يرفدوا ذاك الشيء كامل، مساكينين التلاميذ وكل شيء، كل شيء وقف الدراسه، كل شيء راه هون سير وقف الدراسه ديال التركه، سير وقف هون الدراسه ديال الاطفال، الى ما حاكمت ودخلت الحبس، لان هذا راه مصلحه العامه، هذا راه مصلحه التركه هذه. ولكن الزريبه اش فيها؟ يمشوا للمدارس يرفدوا مساكين التركه، يحطوهم في الباريرات نهار كامل في الشمس،
جيعانين ما كانوا ما شربوا يحانوا، شكون سيدهم؟ جاي سيد، جاي سيدهم يدشن. سيدنا سيدنا راه حنا مجندين وراه، ويجي هو بس بالسيارات والخفرط والدارك وعشرين ألف سيارة وعشرين ألف البوليسي ومخبر وملايير المماليرة في النهار باش يدشن يعبق بعض واحد اسمه هو يقطع، يقطع شريط تدشين البسطوسه في معين يقطعوا ويدخلوا يصوروا لكم التلفازه هانتو يجي مصطفى العلوي الله الاشجار وتحييكم يا مولاي الاشجار، اشجار ينفخ في الله ينفخ فيها الله سبحانه وتعالى الروح وتصبح طبعا من يجي سيدهم ينفخ فيها الله الروح استغفر الله العظيم الكريم فتصبح كذلك تحيي امير المؤمنين وسيدهم ويدشن. وهذاك الشيء كامل اللي كان في هذاك المستوصف راهم لا سارقينه يجيبوه من شي مستشفى ثاني والله يجي والله يقع يشروه والله يكروه مازال في ميكتو يحطوه في المستشفى يجي سيدهم الشعب عاش الملك عاش الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا من الصبح الى الليل ويدشنه ويمشي لدارو وبعد ذلك يرفدوا هذاك اللي كاين في المستشفيات يردوه يردوا ذاك الشيء اللي كاين في اسمه هو في 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 البلاد اللي كان فيها يصبح المستشفى قاعا صفصفا كما حدث في مستشفى سلا راه يسلا ياك السلاح ذا وراه مستشفى سلا لا نقول لكم بعيد عن قصر الملك بحوالي نقول لكم كيلومتر نص ولا كيلومترين مع قصر دجاجتي ودشن وفي التالي جات مرات تولد ولدت في الباب لان ما كاين لا اطر طبيه ما كاين لا اطر تمريضي ولم يقال لا مسؤول ولا حاسب ولا اي شيء شكون اللي يحاسب في الزريبه الا كان اصلا صاحب الزريبه خاص المحاسبه شكون اللي يحاسب شكون لا يحاسب من سيحاسب في الزريبه شكون لا يحاسب في الزريبه لا احد لا احد وفي التالي يقول لك احنا ندافعوا على سيدنا احنا رانا عايشين في اوروبا ولكن احنا مواطنين في اوروبا والجمعيه الفلانيه والفاعل الجمعوي الفلاني والمسؤول الفلاني ورئيس الفيدراليه الفلانيه ورئيس التجمع الفلاني وحنا مع سيدنا وكندافعوا على سيدنا وضد الاعداء ديال الوحده الترابيه وضد المرتزقه وضد ما نعرفهاش هذا شنو الخطاب هذا شنو الخطاب انت عايش في اوروبا عايش في فرنسا دكتور مثلا تخرج من جامعه السوربون وعقلك فيه اش فيه اش فيه الا تخرج من جامعه السوربون ومازال عقلك فيه هذا الكلام هذا وفيه هذا الخطاب سير له راسك في البحر سير الزريبه سرح شي قلفه من الغنم مع احترامنا الناس اللي اصلا فرض عليهم الوقت على انه يسرحوا الغنم سير اسرح الغنم خير فيه تقول لي انا متخرج من جامعه السوربون انا فلان من فلان الكرافطة والكومبلي تبارك الله رئيس الفيدراليه الفلانيه وهذا اش فيه هذا شنو فيه هذا اش في هذا العقل هذا فيه التراب فيه البرد فيه العجاج فيه الشرقيه اش فيه ماذا تنتج انت ماذا تنتج هل تبقى معاك انا قاعد انت فاصة فاصة قال لك كنت تخرج عاش الملك لما اقول عاش الملك انا ما قلت لك عاش الملك الشريف هذاك راه خط تحريري ديال القناه محمد احمد اذا انت كدكتور جايس قريتهم في الجامعه عندهم متخرج من الجامعه وتلتقى مع لومير وتلتقى مع الوزير الفلاني ورئيس الحزب الفلاني والتيار السياسي الفلاني وتشوف جيرانك وتشوف الناس كيفاش يتكلموا كيفاش يتحاوروا كيفاش يناقشوا وانت قاعد لي انا سيدنا مات سيدنا قاعد لي انا طب لي سيدنا سيدنا قاع موعان بيك المشكله على ان هاد سيدك هذا اللي تكلمت عنه سيد هاد سيدني سيدي سيدي وموعان بيك والله موعان بيك والله ما عارفك واش انت موجود في الحياه ولا لا والله الا 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 احتجتو ما تلقاه هاد سيدك انت اللي طبلنا احنا به وتجي يعني تسب الناس وتشتم الناس
وتبقى تطيح فم تحت لي باش تتصور عيب، تصور الناس كيف اليوم، كيف قلت لكم اليوم نشوف واحد ثلاثة من المخابرات قاعدين عند صورتي مترو فم يصوروني. ايوا شنو بعد راكم صورتوني الليلة، ايوا شنو من بعد صورتوني نقبض 100 اورو اللي تقولوا نتوما، صورتوني شنو، صورتوني نبيع الحشيش، ها راك انتما صورتوني انا، صورتوني انا قاع عاري قاع باني لابس، قاع باني لابس لبسه، ايوا شنو من بعد، شن بعد، هذا هو قدرتكم، هذه هي المخابرات ديالكم انتوما، مخابراتكم هي باش تصوروا الناس في الساحات، تتخيشوا تغمز انت، غمز يغمز انت، هذا يغمز انت، شاد الهزال هذا، شاد الهزال. المخابرات في العالم خدامة تبحث على المعلومات العلمية والثقافية باش تجيبها لبلادها، تخدم بها، تساعد بها في التجارة، تساعد فيها في الاقتصاد. تما مقابلين فلان، صوروا فلان، تبع لي فلان، جيب لي فين كيمشي هذا فلان، جيب لي فاش كيقعد من قهوة كيمشي لي هاي فلان، صافي. هذا هو قمة المخابرات عندكم، هذه هي المخابرات عندكم، هذه المخابرات. وراكم طيحتوا الذل على المخابرات، بهدلتوا المخابرات كيف ما بهدلتوا الإعلام، كيف ما بهدلتوا الدبلوماسية، كيف ما بهدلتوا كل اي قطاع طحتوا فيه تبهدلوه تشرطوه توسخوه عزكم الله. اش من المخابرات هذه، اش من المخابرات، اش من المخابرات، اش هذه المخابرات هذه اللي تقول لهم شي يصوروا لنا الناس، ولا واحد فيطيمه، واحد فيطيمه، واحد نص غرام، واحد نص غرام هون فين ما كاين شي وقفه ولا شي تظاهره، تمشي بعيد تجيب تليفونها وتزومي على الناس، تبقى تصور لي في وجاه الناس وفي عينيهم في فمهم. مخابرات هذه، تبارك الله الا على هذه المخابرات ديالكم انتم، نعم المخابرات هذه يا فيطيمه. نعم المخابرات الا انتم الا على هذه المخابرات عندكم انتم، واش هذه هي المخابرات عندكم؟ وسيروا قراو على المخابرات، سيروا قراو عليها، سيروا قراو على العلم، سيروا قراو باش تفيدوا شعبكم. هما الصحراويين راهم معولين عليكم، والصحراويين راهم حاسين بكم كاع واش موجودين في الحياة ولا لا، والصحراويين والله واخا ترسلوا لهم 20,000 شنكار في العالم باش يثنيهم على عادات قضيتهم، راه ما ولا يردهم حد، راه إرادتهم لا تقهر بإذن الله تعالى. على الاقل نشوف فيدو هذاك الشعب، هذاك الشعب الكلي اللي خليته وراكم فهم، اللي يعاني ومتكرفص. والله الا واحد فيطيمه فيها نص غرام فين راه يظل تسركل في باريس، ظل تسركل في باريس، ظل تتسكع في شوارع باريس، لربما تطيح على شي همزه، شي همزه ديال المخابرات المغربيه، باش نصوروا شي واحد من بعيد، صوروا الوجه، صوروا العينين، ورسلهم في الواتساب، ومن بعد الواتساب رسلهم لاجيت، ورسلهم لاجيت هذا عدل عليهم واحد التقرير، فهمت، قد تم ضبطه، فهمت، فلان بن فلان يتجول في الشونزيليزي. تبارك الله، هذا خبر خطير، هذا خبر خطير، هذا تجي هون في هذيك فيطيمه، تجي للمظاهرات، تجي لبعض الوقفات، حتى فيما يتعلق بنبارك الله يرحمه وكذا، وتجي تقدم راسك كصحفيه وتصور، حتى هي تدي قوم الدجاج باش يسموه يكتبوا التقارير، قال لك المخابرات، حنا عندنا المخابرات. شنو المخابرات عندكم؟ شنو المخابرات عندكم؟ واش عارفين شنو هو علم المخابرات، ولا ماكم عارفين علم المخابرات؟ راه علم، علم، علم يدرس، علم، علم. ثم قاعدين هاللي ذوك اللي فهم عندكم، راكم عارفين اش تعدلوا لهم؟ كل اللي عندكم فهم مسكينين، راكم كتصوروهم فيديوهات جنسيه، ولا تقطعوا رؤوسهم وتلصقوهم شي فيديوهات ثانيين وتنشروهم باش تشهروا بهم، وراكم محاصرين مسكين، ما عنده منين يمرق، لا يهرب من الحدود، منين اللي يمرق، ني يركب في لوكا حتى هو يموت. واللي في الخارج تسلطوا عليه فيطيمه وسويميره
شي من الكبه اللي عاف السبع، لا اصل لا شرف، لان هذه الخدمه ما يديرها واحد، ما تعدلها واحده من الناس. بنت الناس ما تقبل على راسها تخدم هذيك الخدمه، ولد الناس ما يقبل على راسه يخدم 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 بحال هكا. كيف هذو اللي الثلاثه اللي شفتهم اليوم يتخيزروا هذا اللي كيفت هاك فهم. ومنين قلت لهم، منين قلت للصحراوي اللي كان معايا، قلت له راني قايس لبوليس، مشاو بالعجله في حاله فرار يدخلوا الميترو. وفين الشجاعه اللي ما تقعدوا فيها يا كنتو مع مخابرات، يا كنتو مع مخابرات، خدامين مع المخابرات وراسلكوا المخابرات باش تصوروني انا. انا ما قعدوا في بلادكم حاملين جو البوليس، قولوا حنا المخابرات، مخابرات ديال المغرب، حنا رانا تابعين هذا باش نصوروه باش نرسلوه لابجيت، ونعرفكم شجعان وابطال، ونعرف مخابراتكم شجعان وابطال. اما خدمت هذه راه خدمت غير التركه الصغار، هذه راه خدمت البراش، الفيديو راه عندي، كمامركم راهم عندي، وجاهكم راهم عندي، انا راه خدمتي هي، راه خدمتي هي التصوير، حتى راني بغيت نعدل خدمه فاطمه راني نعدلها. ولكن ما نرضاها لنفسي وما كترضيتها لنفسي. اذا راجعوا روسكم، راجعوا روسكم، راجعوا روسكم، عارفوا واش كتعدلوا، راكم تهينوا روسكم، تهينوا بلادكم، تهينوا تاريخها، تهينوا شعبكم. قاعدين راكم، راكم في مرتبه الخونه لشعبكم، ماشي الصحراوي. الصحراوي ما عندهم علاقه بكم، الصحراويين راهم لا يظاهروا لا يتموا يظاهروا ويتموا عدوا الوقفات في احترام تام للقانون في بلاد القانون في اطار القانون. راه قاد اليوم نشنق عليكم انتم الثلاثه، راه قاد نمشي نقيسكم ونقبضكم الثلاثه ونشنق عليكم. غالبني واش غالبني؟ راه ما غالبني، ولكن احترم نفسي ونحترم البلاد اللي فيها ونحترم القانون اللي فيها. انا ماشي بحالكم انتم، انا ماشي زريبه، انا ما قد جسست على حد، والله انا نمشي نجسس على حد من اجل جوج فرانك تترجع لاولادك، راك الليله جايب لهم 100 اورو ولا 200 اورو على اساس انك توقفهم عند 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 صورتي مترو باش تبين راسك مخبر تحت مسماش، تحت مسمى نتصداو الخوانه. اش خنت لك انا؟ اش خنت لك انا؟ اش سرقت عليك انا؟ اش مبيني معاك؟ متناسم معاك، خليت لك اختك مليوحه، شنو خوانه؟ اش خنت لك انا؟ كنت مشترك معاك عندنا شركه، سرقت لك المرايير، شنو هاد خوانه؟ خوانه ما خوانه، هذوك خوانه، هذوك خوانه، انتم اللي ماكم خوانه، انتم هذاك اللي جايين تجسوا على الناس، ناس يظاهروا يدافعوا عن قضيتهم وجايين تتليصوا عليهم تحت الحيوط، راه انتم الخوانه، لانك خنتوا الضمير، خنتوا شرفكم، اذا عاد عندكم شي شرف، خنتوا كرامتكم. خنتوا واحد المهنه قالها مهنه المخابرات، مهنه نبيله، مهنه المخابرات مهنه نبيله، ولكن لاش كاينه المخابرات؟ ماشي المخابرات باش تخدم واحد الشخص، تخدم المجتمع. اش تخدموا انتم بدرك بهذه الفيديوهات اللي صورتوني انا الليله؟ واحد هرب مشى بمجرد كمل تصوير الفيديو مشى في الاتجاه الثاني، ودوك الاثنين تموا يتخيشوا فهمني، انا عارفوني بانني فطنت لهم، مشاو من سمعني البوليس دخلوا العجله كيف الفيران دخلوا المترو. ايوا واش جبتوا شي انجاز؟ جبتوا شي حاجه اليوم مفيده؟ جبتوا شي حاجه اللي يتغير الواقع؟ محمد راضي اللي ليك وجهه ومكشوف الحمد لله، ما قد سرق لكم ريال، ما العكس، انا نسالكم حقي، حقي راه مازال عندكم، 14 عام ديال الخدمه راهي عندكم، 9 سنوات من 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 الصراع معاكم راهو عندكم. وشكون اللي خاين، انا ولا انتوما يا الخوان الحقيقيين يا النظام الخاين؟ شكون اللي خاين؟ شكون اللي يسرق حقوق الناس، اللي يتعدى على الناس، والله اللي يطالب حقه، والله اللي يدافع عن حقه، والله يظاهر، والله يعيش اللجوء الشتات. انتوما راح انتوما عايشين اللجوء،
انت اللي كتوقف اليوم عند اللي توقف عند سورتي مترو كرجل المخابرات، وانت غير مسخر مراسل لك المخابرات لانهم هما مقادين يجوا مباشره، راه انت براسك لاجئ، لانه لو كانت عندك القيمه في بلادك ما تكون فم، لو كان عندك القيمه في بلادك ما تمشي تقلب على 100 اورو باش تروح بها لولادك الليله، شي دير لي كورس وتدخل عليهم جايب لهم الحرام، راه الحرام هذاك شنو؟ شنو تعتقد؟ هذه الفلوس اللي جبت انت الليله لولادك حلال؟ هذه الفلوس اللي جبتو انتم لولادكم الليله حلال؟ راه ما عندها علاقه بالحلال. راكم قطاع الطرق، وراكم خونه، راكم خونه للضمير والشرف والكرامه والانسانيه، وخاصكم الى بغى الى عاد عندكم شي فكر باغي تصدوا لهذو الناس ولا باغي تشرحوا لهم، ادخلوا وسطهم، ادخلوا وسطهم عندكم الصفه ودخلوا قول لهم حنا جايين نناقشوا معاكم الصحراء المغربيه، ها هي الصحراء المغربيه، ها هي كذا 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 كذا، انا عارف بينكم انتم والله واحد منكم والله ما عارف هذيك المنطقه ولا عارف حتى المسافات الجغرافيه بين العيون المحتله وقليمي المحتل، والله لم تاكد منكم انتم هذاك الثلاثي ولا دوك اللي كاينين تحت البيشان وتحت ومتخلطين مع الناس، والله لا متاكد ونقد نقسم بها يا ما فيكم واحد عارف المساحه لا المسافه الجغرافيه لا الكيلومتر بين العيون المحتله والقليمي المحتل، وجايين تقولوا الصحراء مغربيه، من منين مغربيه؟ من منين مغربيه؟ السي محمد من منين مغربيه؟ باش مغربيه؟ بداكشي اللي سمعت انت عند النظام، داكشي اللي سمع اللي سمعوك قالك بوسريول طلعني، نطلعك منين قايس؟ سير عند كاري حنقوط راه عنده راهو عاد اللايف الليله، سير تكلم عنده، جيب له الفيديوهات، جيب له فيديوهات 1900 وعام كحور قدو، اللي عنده شي فيديو قديم يرسلو لهذاك بوسريول راهو باش تم يحرك شويه، حتى هو راه عنده واحد جمهور حتى هو مسكين مصدقو. طلع 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 عندي واحد طلع طلع واحد عندي واحد الفيديو لا 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 الانتفاضة انتفاضة في يلا طلعوا بزربة يلا يلا طلعوا بارطاجي 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 بارطاجي، ومن بعد يطلع لك فيديو 1880 وواحدين مسكينين يتفرجوا فيه يصدقوا يقول لك والله تبارك الله واه شي شي وقع ثوره كاع كاينه الثوره في المخيمات واه الثوره قال لك بوسري ويلك والراجل خاودي راه مشكله هو خاصك تدعو الراجل والله مساكين هالعياش راهو مساكين لا لا خلوه لا خلوه لا خلوه احنا راهو ينشطنا راهو ينشطنا مساكين مساكين طلع 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 بارطاجي 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 اسمه هو يجيب لك فيديو 1880 يلا 1880 والمصيبه الكحلة انه هذا هذا بوستريوي راه من نفس الصنف اللي منه دجاجته راه دجاجته راه يبغي هذه النماذج وراه يبحث عنها ومخابراته تبحث عنها وتخدم بها وصار حالهم هذه النماذج لان ما فيهم الرجوله الرجوله ما هي خالقه المواقف ما هي كاينه الشجاعه ما هي كاينه واش واحد خليني ساكتين يا بوسريوي خليني سير سير المهم اللي عنده شي فيديو قديم 1800 وشويه يرسلوا له باش يتم عدد الحلقات باش يتم مشيوف قال لك قال لك انا ماني انا مخلصني المخابرات انا لاباس عليا انا برزقي او هذا رزقك منين جاك انت هذا الرزق اللي ما هو عند المغاربه هذا المغاربه مساكين اللي يموتوا في الجوع ويموتوا في الجبال ويتسولوا اليوم باش يعيشوا وولادهم ما يقراو ومدرسه ما كاينه والمستشفى ما كاين شعطاك انت الله ينعاد عاد عندك الفلوس شعطاك الله ينعاد عاد عندك الموتور وعاد عندك السياره احدث احسن احسن نوع منين جاك هذا الشيء منين؟ قولنا منين جا؟ بخدمتك بذراعك انت ظل نهار كامل تسدر ما خليت لحاحه ولا ملاحه. رفت معك غير المعاقين مولي كيفك غير المعاقين هما اللي تسدر بهم في الصحراء الغربيه، لا المعاق حدا خوه.
لو كنت غرفت شي واحد بعدها بعقله قد الناس بعد على الاقل تسمع خطابه. رافد واحد كان يجريس الطالبات في قدير، مزوز الحبس على النشل والسرقه، ادعى الوطنيه، مات الوطنيه وهو في معيوش. ايش هاي المصيبه هذيك احلى؟ واش المغرب كاع ما عنده حد يدافع عنه؟ واش هذا الملك ما عندوش حد يدافع عنه؟ واش واحد نقي شوي يعود سرواله بعد على الاقل مشمور شوي؟ ما عندكم حتى ولا واحد سرواله مشمور قد يتكلم عنكم، قد يدافع عنكم، قد يناقش الافكار. قاعدين الكذب، قاعدين غير على الكذب. والله فين ما كان شي عوج، شي واحد في معوج، والله شي واحد تاريخه اسود. هذاك راه معروف، صاحب الزاك راه معروف في قدير، سولوا عنه في قدير راهو معروف في قدير. اش كان يعدل؟ كان يجريسي حتى الطالبات الصحراويات، يجريسيهم يقبض الموس ويجريسيهم، يقرع منهم التليفونات والفلوس. وضرب قال لك الوطنيه، مات الوطنيه، الوطنيه. ايش الوطنيه هذه يتكلموا عنها؟ شنو الوطنيه؟ هو لا من اولاد القرد باطل، ما حاشا يعود من هاكم. لا يتلصقوا، لا يتلصقوا هما، كل شيء هما من اي تيقوت حق ويت القرد ويت مساكن. ما مشكله هذا النظام عقيم ويتشبث فقط باللي ما اصلا لا عندهم لا اصل ولا تاريخ ولا شرف. لانه اللي قبل على راسه يدير هاي المهمات هو شخص اصلا يعني فارغ، ما عندوش لن يقدم ولا 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 يؤخر. ما عنده الا الكذب باش يقدي يحرك الناس. راك شوفوا الفيديوهات اللي كاينين المباشرات هذو ليا، جيو يتكلموا يقول لك اسمه الثوره في البلاصه الفلانيه، الجزائر فعلت، الجنرالات في الجزائر فعلت. وشوف عندك انت هذاك الديكتاتور اللي عندك في الرباط، ما شفتوه هذاك الديكتاتور؟ ما شفتوا هذاك اللي كاين في الرباط، هذاك الديكتاتور اللي سرق الدنيا، سرق الملايير، وسرق المغرب، وسرق الماء ومغرب، ويهرب الفلوس القايله من النهار، وعاد ملياردير في العالم، وصنف في رقم واحد، ومقابض الاحرار كل نهار، يقبض في الاحرار ويدخلهم الحبس، ويتكرفص عليهم في السجون، ويتكرفص عليهم في مخافر الشرطه، وواحدين يشهر بهم. هذا الديكتاتور ما شفتوه، هذا ما شفتو، ما تقدر تتكلم عنه. والله شاف، والله شايفه وما تقدر تتكلم عنه، لانه هو اللي راسلك باش تتكلم على الناس، باش تتكلم على تصرف الازمه. ثلاث رفدات له حافل خلال الصحراويين اللي عاد عندهم الثوره، راهم بعد على الاقل المهم راه شانهم الداخلي. الجزائري اللي عاد عندهم الثوره راه شان داخلي. اش دخلك انت في الجزائر؟ ولا اش دخلك في الصحراويين؟ قابل غير هذيك الزريبه، اصلح غار حال هذيك الزريبه، اصلح غار المأساة اللي كاينه عندك في الزريبه، اللي الساعه اللي تمرق انت فين ياك انت ولد قادير، الساعه اللي تضرب غار دوره في قادير، لا تصبر 20,000 مأساة موجوده في قادير. وتكلمنا عليها، عدلنا عليها لايفات، وجيب لنا الحالات، وجيب لنا الظلم، وجيب لنا الاستبداد، وجيب لنا شكون اللي مسؤول على 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 الواقع في قادير، وشكون اللي سرق قادير، وشكون اللي دمر قادير. سير قيس لنا مستشفاك، مستشفى سيدك الحسن الثاني، وجولنا فيه وصورونا واعطينا الحاله اللي موجوده فيها. وانا ذاك كنقد نقول لك بانك راه تدافع على المغاربه، انت تدافع على النظام، تدافع على المخابرات، وبغيتنا حنا شنو؟ حنا ناكلوا التبن؟ حنا رانا ما ناكلوا التبن، راه الناس اللي بعقلها راه ما ياكلوا التبن، راه الناس راه عارف اش تعدل. تا عندك واحد، عندكم واحد الجمهور معين، هذاك الجمهور معين مسكين محدود الثقافة، باغي يسمع هذاك الخطاب، هذاك الخطاب اللي انتم تروجوا له اليوم. تقبضوا الشعب وتدوه باش يهتم شي حاجة بعيد عليه، بحال هذو اللي يقولوا لي تكلمنا على الجزائر. علاش انا نتكلم على الجزائر؟ ما علاقتي انا بالجزائر باش نتكلم عنها؟ ما علاقتي انا بالجزائر؟ الجزائر عندها صحفيها، عندها فيسبوكيها، عندها جيشها، عندها رئاستها، عندها دولة قائمة الذات، عندها ناسها معارضيها، عندها دولة. هذيك تكلمنا على الجزائر، وتكلمت على الزريبة اللي انت منها. ياك انت من الزريبة، ياك انت مغربي،
ياك انت ما تحمل الجنسية المغربية وتكلمنا على المغرب، قلنا اش كاين واقع في المغرب، قلنا منين قاشت نقاست لالا سلمى فين قاست، يلا اعطينا قلنا فين مشات هذه لالا سلمك، فين مشات شكون واش حية ولا ميتة ولا فين، ياك زوجة سيدك اعطينا اخبارها، اعطيها للشعب، بعد على الاقل هذوك اللي يتابعوك يمرقوا بشي حاجه مفيده، ما تقول لهم المخابرات الجزائريه دار الجنرالات الجزائريه فعلوا الجزائريين، فالجزائريين ما عندهم ما ياكلوا، الجزائريين ما عندهم ما يشربوا، الجزائريين ما عندهم البنان، احنا عندنا البنان، ماذا يفيد هذا الخطاب؟ ماذا يفيد هذا الخطاب؟ كارثه 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 كارثه. المهم نشوف اللي منكم باغي يتدخل يرسل لي. اللي اسمه كتب لي في التعليق يقول لي راني باغي واحد قال لك البلاغه توفاو ازيك. المهم اللي بغى يتدخل يرسل لي انفيتاسيون والله يكتب لي في التعليق. ما يعرف واش كاين حد يرسل هون الكاميرا ولا لا. وسريوي سير قلنا لك طلع عند اسمه راهو اسمه راهو كاري حانكو داير لايف الليله راه يتكلم على الحوت يصيفطوا لك شي صندوق ديال الحوت حوت باش ديباني شوي. لور اسمه هو ابو زكريا. ما جبرت عندك الكاميرا شوف لحظه انا رسلت لك كاميرا. ما عليك إلا قبول الكاميرا. الأخ داخل ذاك ما جبرت عندك الكاميرا ماني عارف واش لأنك ماك معدل جاي من الصفحة. حاول تعدى من جاي من الصفحة. صوت ضعيف لا صوت ضعيف. بالقاسم نسيم ما جبرت عندك الكاميرا كان خاصك تعدل الجيم بالصفحة. الصوت غير مسموع خايف خايف خايف
أعتقد كان مشكل في الصوت. مبدئيا الصوت ينقص الصوت ينقص لما تبعث انفيتاسيون لحد ينقص الصوت اوتوماتيكيا. نشوف واش كاين حد ارسل. منين ترسل فعلا؟ ترسل طلب. صوت ناقص فعلا. فعلا يعني ما اعتقد يرجع لما ما في صوت. اذا مرة ثانية ان شاء الله نعدل حلقة ان شاء الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم في